السلام عليكم أخواتي الفاضلات. موضوعنا اليوم هو ظهور خطوط البيضاء على الجلد، ما هي أسبابها والعوامل المؤدية لحدوثها وكيف يمكن إزالتها؟ الخطوط البيضاء في الجسم من المشاكل الشائعة لدى كثير من النساء، فهي تشققات أو شروخ ضيقة بالجلد تظهر على مختلف أجزاء الجسم كالساق، الفخذين، الأرداف والذراعين، الثدي والبطن والمؤخرة، وهي تصيب النساء خاصة اللواتي فقدن الوزن فجأة أو تنتج عن السمنة، وفي بعض الأحيان تسببها اضطرابات هرمونية تدريجية. والخطوط البيضاء لا تظهر فجأة بل تتكون مع مرور الوقت، وبالتأكيد تؤثر على مظهر الجسم. تظهر الخطوط البيضاء على مختلف أجزاء الجسم لعدة أسباب. زيادة الوزن أو نقصانه بسرعة لهما تأثير مباشر على طبقات الجلد وظهور الخطوط البيضاء. النمو السريع في سن المراهقة وتغير نسبة هرمونات الترويج في ذلك السن يسبب ظهور علامات التمدد، لذلك يجب استعمال كريمات مرطبة خلال هذه الفترة. التغيرات الهرمونية في أشهر الحمل وكبر حجم الرحم الذي يؤدي إلى كبر حجم البطن، وبالتالي زيادة الضغط على طبقات الجلد الخارجية وتشققها، مما يسبب ظهور الخطوط البيضاء خلال شهور الحمل من الشهر السادس أو السابع. لذا يفضل أن تستمر الحوامل بعد الشهر الخامس بوضع الكريمات المرطبة الغنية بالزيوت الطبيعية على البشرة في منطقة البطن والثدي. تمارين رفع الأثقال والتمارين التي تتطلب جهدا كبيرا تسبب تشقق الجلد، خاصة أعلى الصدر والفخذين والذراعين. قلة شرب الماء يسبب جفاف البشرة وقلة ترطيب الجلد، إضافة إلى أن التدخين بكثرة وشرب المنبهات يساهم في ظهور الخطوط البيضاء. إن تناول حوالي 10 أكواب من المياه يوميا واتباع نظام غذائي صحي يساعد على منع ظهور الخطوط البيضاء، وهذا يساعد على ترطيب وتحسين مرونة البشرة. بالإضافة إلى ذلك، فإن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين والزنك وفيتامين سي يساعد على تجديد شباب البشرة ويزيد في إنتاج الكولاجين الذي يعمل على تقوية البشرة. ومع ذلك، فإن هذه الخطوات ليست مضمونة بما فيه الكفاية للتخلص من علامات الخطوط البيضاء على الجلد. حفظكم الله من كل مكروه وسوء، ووفقكم الله لما فيه الخير.